بسم الله، كان معانا في الحل اللي بعته لنا الأستاذ عبد القادر. طب انا كل بتاعي اتقطع. ده الكود بتاع السعودية. على صديق موظف ولا لا، ولا لا، وبياخد منك البيانات بتاعته. بعد كده بيكون الرول اللي هو الام بي ان او والنيم والجوب والسالري، وبينزل انتر عشان يمهد للي بعده، بيقبل ده كويس جدا. وبيفتح الفايل الاول، بيشوف الفايل موجود ولا لا. الامبس داتا، خلينا بس بعد اذنك امبس داتا. حاضر، عشان بس ايه، عشان عندنا امبس داتا. وهيفتح الفايل ده، هو اللي الابند اللي ضاف عليه. ولو الفايل ما مش موجود هيرايت. بص بقى الرايت بتاعتك عامله اه، ده التايتل اللي هو الام بي ان او والنيم والجوب والسالري. مظبوط، ممتاز. بعد كده رايتر الروز، فين الروز اللي هو عامل فيها بند لكل الكلام ده كله؟ روز ماشي، وعامل بريميشن ايرور. طيب نجرب الكلام، باين ان هو مظبوط. انت عايز موظف جديد، تقول لي ايوه، تقول مثلا موظف واحد. خلينا نجيب واحد كمان. قلت له نو، روح. ماشي، هنشوف بقى ايه الفايل. الفايل مظبوط، افتحوا الاكسل شيت. فينا عند اكسل ريدر طبعا، ده نزل اكستنشن. مظبوط، كل حاجة على اللاين، على كولوم لوحدها ومظبطها. أنا عندي مشكلة أنها تجي على رو واحد، يعني على نفس الـ A بس، كلها بينها كوما، غير أسويها مانوال يعني. لا مش بتنزل الكوما في الفايل وكل حاجة؟ تنزل بس في الإكسل شيت بتجيني في رو واحد، في كولوم واحد. في حاجة، الإكسل عندك في حاجة، لأن يعني ترى في كومه خلاص، انت مش بتيجي تقرا منها، بتقرا صح وبتعرض البيانات صح. ايوه يوم نعم كويس، بس في اعدادات معينه يعني في الاكسل شيت اقدر اسويها غير مانواليها. ما اعرفش ايه اللي عندك في الاكسل شيت، بس الفايل هنا اهو انا كريته قدامك، كل حاجه شغاله مظبوط. و يعني انت كده في البرمجه ما عندكش ايرور، ما عندكش عيب برمجه. نعم واضح، انا شايف يعني من هذا، بس قلت يمكن في اشكاليه عندي في لسه الاكسل، بس ماني عارف ايش هي يعني. اذا كانت ممكن تكون فتحت الفايل وعدلت تعديلات وسيفت فضرب منك، لان لا لا لا، جربت احذفه واعيد من جديد، واي ملف دحين انشوف بنفس الطريقه هذه يصير نفس الاشكاليه. طب انت حاولت تفتح الفايل اللي انت عملته بالاكسل ريدر اللي بيجي مع ايه؟ سويت له، سويت ال ايش جاني في ايش اسمه ال عشان اسوي له انستولينج يعني. هو لما تيجي تفتح الفايل بتاع سي اس بي هتلاقي كده هنا علامه صغيره كده بتقول لك ان انا عايز انزل بلجن. قول نزل بلجن اسمها اكسل ريدر، هتلاحظ ان هي طلعت لك العرض هنا ملون، يعني العمود الاول لون، العمود الثاني لون، العمود الثالث لون، العمود الرابع لون. وتلاحظ من تحت هنا متعمله لك في شكل جدول. لا تحت ما انتبهت له، بس سويته فوق كده. فعملت لك كده، وبالتالي انت تقدر تقول مثلا انت، وهنا كمان هو جايب لك كمان انك تقدر تشتغل عليه، يعني
تقدر يعني تقدر تكتب حاجات وتقدر تفلتر وكده. اصلا ما بيبقاش متظبط قوي الفلتر بس يعني شغال يعني. فاهمني؟ نعم. لو اشتغل او لو قلت مثلا قادر جادر بالجي طلع لي واحد بس بالك انت بي طلع لي الاثنين ار طلع لي الاثنين او طلع لي الاثنين او ما كتبتش جي طلع عبد القادر عشان بروجكت مانجر لو قلت دي بيطلع لي طه عشان برودكت مانجر الى اخره بس شغال كل حاجه تمام الفايل ده يعني يعني مساعد الاكسل ريدر اللي هو مع البايت شارت كويس يعني مش وحش بيعرضها بشكل كويس وده شيء فانت اول ما بتبقى ساعه تيجي تفتح اي ملف سي اس بي بيطلع لك كده زي جنب اللي علامه الصح هنا دي كده جنبيها هنا ظاهر يقول لك ممكن انزل لك بلاجن هتقول له نزل بس لا نزلت بديني ملون بس كيف اجيب اللي تحت هذا الاكسل ليد دوس دبل كليك بس على الفايل ما بعملش حاجه دوس دبل كليك على الفايل بس ايوه طيب الله يديك العافيه يا دكتور مشكور ولو ما لقيتهاش يعني ممكن تكون مستخبيه بس هتلاقي مستخبيه هنا ايوه يعني تلاقي كده هيكون اسمها اكسل ده بتدوس عليها بتفتحها كمان لو مخفيه تولز تمام شيك عليها الحين شكرا شيك عليها وشغلها وانا معك لو في اي حاجه ان شاء الله ما قصرت الله يكرمك ان شاء الله يحفظك ان شاء الله ربي شكرا ربنا يا ربي ييسر لكم الامر كده وينفعكم باللي انتم بتتعلموه ده ان شاء الله طيب احنا محتاجين المره دي نعمل ايه؟ احنا كنا عاملين اخر حاجه اللي هي الفايند العاديه تمام كنا بنعمل البحث عادي احنا عايزين المره دي البحث دوت يتقلب ان احنا ممكن نعمل ديليت احنا نقدر نخلي يعني لو رجعت لاخر اكزام اللي احنا عاملينه احنا بنفايند سيبك من العرض ده انا جاويه بنفايند في الجدول وبنرجع البيانات اللي انت عايز ايه تعمل تعال ناخد من الاكزامبل ده كده مثلا بسم الله